السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. طبعا النهاردة ان شاء الله هنستكمل فيديو جديد ومحاضرة جديدة في سلسلة فحص الاسكانوجرام. وكنا اتكلمنا قبل كده عن الاسكانوجرام في الميكانيكال اكسس والاناتوميكال اكسس والزوايا المطلوبة لكل واحدة فيهم، واتكلمنا عن الزوايا اللي هي بتبقى موجودة في الاتنين واختصاراتهم وهي مسمياتهم ايه. وان شاء الله اعتقد ان هم سهلت عليك الدنيا بشكل كبير جدا وبقوا بالنسبة لك حاجة أتفه ما يمكن. الاسكانوجرام سهل جدا من زمان، يعني مش مسألة أطواله بس، هي الفكرة كلها ان احنا ما تطرقناش ان احنا ندوس فيه قوي ونعرف الزوايا بشكل كامل، فعشان كده بقت اي حاجة تطرق علينا بقت شكلها كبير وصعب ومعقد. فالحمد لله لو تابعت السلسلة بتاعة الاسكانوجرام من البداية للنهاية هتلاقي نفسك الاسكانوجرام برضو مازال معاك أتفه ما يمكن. النهارده ان شاء الله هنتكلم في حاجه جديده جدا اللي هي الانتي فيرجن انجل. الانتي فيرجن انجل اغلبها بيكون على السي تي، باخد قطات على الهب وباخد قطات على الني وباخد الانتي فيرجن، تمام؟ الحاجه اللي بعد كده طبعا الانتي فيرجن اسمه فيمورال انتي فيرجن، فيمورال انتي فيرجن، تمام؟ هو العجاج ما بين الهب وما بين الني بالنسبة للفيمر. يعني الزاوية التانية المطلوبة والمشهورة معاها اسمها التيبيال تورشن، تمام؟ وهي الزاوية ما بين الني وما بين الانكل عشان خاطر بالنسبة للتيبيا، فبجيب التيبيال تورشن او التواء التيبيا. دلوقتي هنبدأ مع بعض الانتي فيرجن. بداية طبعا ده الاسكانوجرام العادي، تمام؟ البوست لور لمب كامل اهوت زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ باخد قطات على الهب. طبعا الحاله معموله قطات بشكل كامل، ولكن انا ما بحتاجش ده كله، طبعا ما بحتاجش ان انا اخد قطات لان ده بيهلك التيوب معايا وفي نفس الوقت بعرض العيان لجرعه اشعاع كبيره جدا. انا باخد قطات على الهب بس، يعني قطات حوالي 100 مثلا قط على الهب، بغطي الهب بشكل كامل اخد 100 قط عليه. في نفس الوقت باخد قطات على الني حوالي مثلا 50 صورة او 100 صورة، باخد قطس على الانكل من تحت حوالي 50 صورة او 100 صورة، بس ده كل اللي انا محتاجه. انا مش عايز 1000 صورة بالنسبة للاسكانوجرام او بالنسبة لللور لمب كاملين، تمام؟ ده كتير جدا يعني على التيوب وعلى عيان. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ دي القطس اللي معايا بتاعت الهب. طبعا انا ان شاء الله هنشتغل مع بعض في الرايت، واللي يسري على الرايت يسري على الليفت، يعني اللي بيتم هنا هيتم هنا عادي جدا، تمام؟ طيب احنا بدايه هنشتغل على الرايت، تمام؟ اول حاجه ادي الهب وادي الهيد، الهيد اوف فيمر، تمام؟ باجي على قط يكون فيه الهيد ظاهره بشكل كويس، اشيل الكروس هير ده، باجي على قط يكون فيه الفيمر ظاهر او الهيد ظاهره بشكل كويس مع النيك فيمر. القط ده تمام بيكون الهيد ظاهره، يعني ده هنا القط ده النيك فيمر بس اللي ظهرت معايا. لو طلعنا فوق شويه هتلاقي الهيد بس اللي ظهرت معاك. فباخد انا قط وسط، باجي على قط وسط يكون الهيد اهو زي ما حضراتكم شايفين ظهر معايا بشكل كويس مع النيك فيمر، تمام كده؟ حاول ان انا اغمق لكم الصوره شويه. تمام، انا بشتغل دلوقتي الاسكانوجرام على فيليبس 16. انا ليه بقول لك اسم الجهاز؟ هي مش هتفرق طبعا. ليه بقول لك اسم الجهاز؟ عشان خاطر اوريك ازاي انا بعمل كومباين للصورتين، فاهمني؟ عشان خاطر لان طريقه تركيب المفصل الهب مع الني بيختلف من جهاز لجهاز، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنشوفها على جهاز فيليبس 16، تمام؟ اسكانوجرام شغل واحد في كل الاجهزه، ولكن انا بكلمك في السوفت وير ازاي تركب الصورتين على بعض بس من خلال سوفت وير جهاز فيليبس 16 او فيليبس عموما. يعني باجي هنا ادي القط اللي انا محتاجه اللي هو الهيد مع النيك فيمر، اقول له انا عايز القط ده واقول له سيف. اجي هنا اقول له سيف ايمج واقول له ايه، هسميه مثلا ناد باسم، ماشي؟ ناد 1 واقول له سيف، تمام؟ انا شغال دلوقتي على الايه؟ الرايت. فبنزل تحت خالص
بنزل على الني تحت واجيب احسن صورة، او بيكون غالبا بيكون في اخر الكونديلين، اخر الكونديلين تماما بتوع الني، دي احسن صورة فيها الكونديلين كاملين، الكونديلين دول دي ودي، تمام اهو الصورة يكون الكونديلين كاملين اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، الكونديل ده كامل، الكونديل ده كامل، اقول له انا عايز الصورة دي معايا، يعني اعتقد ان دي احسن، اقول له انا عايز الصورة دي، اقول له سيف لي الصورة دي، سيف ايمج، واقول له ناد 2 ناد 2 واقول له سيف. دلوقتي انا سيفت صورة كويسة للهيد اوف فيمر مع النيك فيمر الاتنين مع بعض جايين في صورة واحدة، وسيفت صورة للني بيكون فيها الكونديلين ظاهرين بشكل كامل او زي ما حضراتكم شايفين كده وسيفته. باجي بعد كده بخش على الهوم، هاجي فين الاسمين اللي انا سيفتهم اهو ناد 1 وناد 2، احددهم مع بعض، احددهم مع بعض كده، بحددهم مع بعض بحيث ان انا احطهم في فايل مع بعض في فايل واحد، طبعا هما صورتين كل واحده لوحدها، فبحددهم مع بعض عشان احطهم الاثنين في فايل واحد، فباجي هنا اقول له ايه كومباين، اجي على العلامه دي اقول له كومباين، تمام يقول لي كومباين سيريز، اقول له اوكي تمام، اجي على الصوره الكومباين الجديده اهي دي ودي اهو، دي اخر كومباين اتعملت تمام. لو جينا على دي الاخيره تلاقي الصوره دي مع الصوره دي، لا طب تلاقي الصوره دي مع الصوره دي تمام، دي الكومباين اللي احنا لسه عاملينها حالا، الصورتين اللي احنا لسه عاملينهم حالا تمام، دي مع دي. اجي على الفايل اللي هو الجديد اللي اسمه كومبايند ده، اقول له ايه كومباين تاني، لما بيعمل كومباين تاني بيركبهم الاثنين مع بعض في صوره واحده تمام، اقول له سيف، اقول له بتاع ده كومباين، اقول له اوكي، هيطلع لي فايل جديد جدا اسمه كومباين اهو، بقى صوره واحده، هنا صورتين، هنا صورتين اهم، صورتين ورا بعض، هنا لما عملت كومباين تاني لنفس الفايل كامل طلعهم لي بصوره واحده على بعض زي ما حضراتكم شايفين. اجي على الصوره دي بقى وافتحها وهنشتغلها مع بعض تمام. دي طريقه تركيب الصورتين على بعض على جهاز فيليبس 16. افتح الصوره بقى ونشتغل عليه تمام. باجي بزوم الصور بتاعتي واجي اقول له ظبطهم كده. طيب مبدئيا الانتي فيرجن انا طبعا هشتغل على كل ده، شغلي على الرايت، كل شغلي على الرايت، اللي انا عملته في الرايت هو هو اللي بتعمله في الليفت، مفيش جديد تمام. طيب انا باجي بسنتر كده الصوره بتاعتي في نص الصوره واقول له هات لي المقاس، باجي هنا بقول له هات الميجر تمام، باخد خط ينصف الهيد مع النيك فيمر تمام، ركز كويس قوي، ركز كويس تمام، حدد بعينيك، حدد بعينيك الهيد الكونديلين بتوع الني ده كونديل اهوت وده كونديل، وحدد بعينيك الهيد اوف فيمر اهي المدوره دي تمام مع النيك فيمر تمام، هناخد خط منصف للهيد مع النك تمام، سيبك من الارقام خالص، ده خط منصف للهيد مع النك تمام اهو، خط منصف للهيد مع النك فيمر، الخط ده بينصف الهيد والنك مع بعض تمام. احاول ان انا بقى اسحبه كده ورا تمام. بعد كده باخد خط تاني، الخط ده بيكون مماسي للكونديلين بتوع الني. طب فين الكونديلين بتوع الني؟ ادي واحد وادي واحد تمام، يبقى انا كده عندي كونديل ده
والكوندايل ده، باخد خط مماسي بينهم بالمنظر ده. انا بس خدته قصير بحيث ان انا ايه اعدله انا بايدي، تمام كده واحدة واحدة، وتخليه مماسي للكوندايل بتاع الني اهو زي ما انت شايف كده، تخليه يمس هنا ويمس هنا اهو، تمام، وتمد الخط بحيث يتقاطع مع الخط التاني، تمام كده. الخط ده مماسي للكوندايل ده والكوندايل ده، والاتنين الخط ده منصف للهيد اوف فيمر مع النيك فيمر، ينصفهم الاتنين وبمده شويه، وباخد خط مماسي للكوندايلين بتوع الني، الكوندايل ده مع الكوندايل ده باخد خط مماسي بينهم ويتقاطع مع الخط التاني. بحاول ان انا اصغر الخط التاني ده شويه، انا ليه طولته؟ لان في حالات اللي بيبقى طبعا الحاله دي شبه نورمال او نورمال نقدر نقول يعني، تمام. اهو تمام، ففي حالات طبعا بتبقى بنورمال، فالخط ده بمده شويه بحيث ان احاول ان انا اخلي الخطين يتقاطعوا مع بعض. انت بخبرتك مع الوقت هتلاقي نفسك يقابلك حالات لازم تمد الخط ده بشكل بعيد بعيد عن بعض بحيث ان هما يتقاطعوا، حتى لو في ابعد نقطه لازم يتقاطعوا مع بعض عشان يديك الزاويه. دايما الزاويه بتاعه الانتي فيرجن بتكون لاترال، يعني ما تبقاش الزاويه دي ناحيه جوه، ما تبقاش ناحيه جوه، ما تبقاش ناحيه هنا، لا تبقى ناحيه هنا. لو كانت في الرايت بخليها ناحيه الشمال، لو كانت في الليفت بخليها ناحيه اليمين، بتبقى لاترال. زاويه الانتي فيرجن بتكون لاترال ناحيه الخارج، تمام. طيب هي دي زاويه الانتي فيرجن، هي الزاويه دي، الزاويه الحاده دي، التقاطع بين الخط المنصف للنيك فيمر مع الهيد اوف فيمر مع الخط المماسي اللي هو التنجنشال للكوندايلين بتوع الفيمر من تحت، جميل. هي دي الزاويه بتاعه الانتي فيرجن. فانا هرسمها بالزاويه على طول، اجي اخد خط منصف للهيد مع النيك فيمر، تمام، وبعد كده اخد خط مماسي للكوندايلين بتوع الني اهو، ماشي، خط مماسي اهوت الكوندايل الاولاني، واسحب ده بره شويه، تمام، واحاول ان انا اقاطعهم مع بعض. وده الخط اللي هو المنصف للفيمر اهو مع الهيد اوف فيمر، تمام كده. شايفين الزاويه الضيقه دي، الزاويه الحاده دي بتساوي 21، بتساوي 21، وغالبا الزاويه دي بتكون من 20 ل 22، من 20 ل 24 او 26، تمام، او غالبا بتكون من 18 ل 23 او من 18 ل 24، تمام. فهي كده في نورمال، الزاويه دي نورمال، هي دي زاويه الانتي فيرجن. باخد خط منصف للنيك فيمر مع مع الهيد اوف فيمر، وباخد خط مماسي تانجنشال للكوندايلين بتوع الني، بيديني الزاويه الحاده بينهم اللي هي دي. ودايما زي ما اتفقنا بنقول ان الزاويه دي بتكون لاترال، جميل، وبالتالي بيديني الزاويه الحاده دي، الزاويه دي هي زاويه الانتي فيرجن انجل. واجي هنا اقول له انتي فيرجن انجل، تمام كده، واقول له ايه رايت، اقول له رايت، رايت انتي فيرجن انجل كده. الحمد لله نبقى انتهينا من طريقه قياس زاويه الانتي فيرجن انجل، تمام، في الناحيه طبعا اليمين، واللي انا عملته في اليمين هتعمله في الشمال. الزاويه دايما لاترال، فالزاويه دي بتكون الناحيه دي، يعني انت لما تقيس هتاخد خط مماسي للكوندايلين بتوع الني مع الخط المنصف للفيمر
للنيك فيمر مع الهيد هتاخد خط مماسي وخط منصف وتشدهم مع بعض وتقول له الزاويه بينهم، وبتكون الزاويه لبره ناحيه بره. تمام كده الحمد لله نبقى انتهينا من قياس زاويه الانتي فيرجن انجل على الس تي من خلال قطات الس تي. تمام عشان لو الدكتور طلب. وبكده نبقى انتهينا من الفحص ده يعني ايه انتي فيرجن انجل وبناخدها ليه. طبعا احنا بناخدها في حاله لما يكون في اعوجاج ما بين في الفيمر نفسه، فالحالات طبعا اللي بيكون فيها فالجاس او فارس اللي هو اعوجاج للداخل او للخارج. تمام بنقيس الانتي فيرجن بينهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات القادمه ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو القادم من السلسله بتاعه الاسكانوجرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.